شأن الانتخابي تواصل وزارة الداخلية المضية قدما بمشروعها التوعوي لخدمة المجتمع، ومن خلال إقامة معرضها في مجمعي الأفنيوز وذا جيت مول للأسبوع الثاني على التوالي استعدادا للانتخابات البرلمانية، حيث يقدم المعرض خدمة الاستعلام عن أرقام القيد في اللجان الانتخابية وأماكن هذه اللجان. والله ما في، والله لو في خير عمي.